يا صاحبي هاي اللعبة مساحتها اقصد تليفوني مساحته 32. شوفوا الالعاب اللي عندي. ادخل التليفون عليك، اعوذ بالله التليفون عليك. اوكي ادخل شوف كم لعبة عندي، 1 2 3. مساحة باب جوكر، مساحة باب جي، ما اخذ التليفون بس الالعاب عندي. حتى انا عندي هاي اللعبة اسأل عن صراحة تاني ما تشتغل عندي. هاي اللعبة ممتعة، اسمعوا شو اسمها ما اعرف والله. يلا شباب خلينا نعرف هذا الشخص شلون راح يفتح اللعبة. يلا ليتس جو. مشينا مشينا مشينا. يا صاحبي هاي ما اشتغلت، بس لازم تدوس هذه، اكو هنا فوق لازم تدوسها. كيف؟ لا تقول لي حملت الجزء الثاني. شك بيك؟ يلا ما اشتغلت. لا طلعت لك هاي الخارطة ما اشتغلت. بس ثواني 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 ثواني، عيد المقطع ثواني. هسه شوفك شلون تضبط، بس باع المقطع من البداية الى النهاية وشوفك شلون تشتغل. بس تابعة وخلاص تعرف شلون تشغيل اللعبة. هسه انت مو طبيت؟ شوف طبيت للعبة. انا حتى انا بالبداية ما اشتغلت وياي، دست هنا وهنا وهنا وهنا، بس راح يطلع لي اللعبة على السوق بلين. فيلا لا تدوس حبيب حبيب، راح تطلع لك على السوق بلين. هاي اللعبة هاي شوف هاي. وهاي تليفون اسمه ميزو بالمناسبة. هاي دخل اللعبة. لا تريد ما اشتغلت وياك ودست وطلع لك على السوق بلاي، لا شوف هاي هاي فوق الاكس دوس. اوكي بيب تبعوا بس اشتغلوا هاي اللعبة. تنتظر هذا الخط، لازم تنتظر شوية راح يشتغل وياك. لا ما اعرف شو تطلع منها، بلاش تدوس دوس هذا هذا النوع دوسه بس اللي في النص. هاي الدقمة اللي لونها رصاصي، لو شفت اخضر عادي رصاصة عادي. فاي لعبة يا صاحبي، يا هاي اللعبة هاي اللعبة يا صاحبي. لا تقول لي ما تحمل، اشتغل بكل نجاح. تعال يا صاحبي اشتغل. هاي جزر مغامرات، شوف هاي الدقمة اللي طلعت لك بالبداية نسحبها. إذا ما قدرت تعرف شلون تطلع من الخريطة بس دوس هاي الدقمة. عندنا هذا البيت اسطورة اسطورة، يعني بعدني ممكن من البيت مناسبة. هاي اللعبة طلعت كلش حلوة واتمنى تعجبك. فيلا خلينا نشوف اسم اللعبة. هاي اللعبة كان يعني اني ما عملتها منها، لا جيت اريد احملكم لعبة زينة وضعت لها، فقلت انا اعملها لان كل شيء من بينها. فيلا نشوف هاي اللعبة كيف تشتغل. هسه اشوفك مساحتي متغير ما تلك. هاي مساحة حتى لو ممتلة، بس هي مساحتها شوف مساحتها وين. ادخل مساحة اللعبة. اها شوف شنو اسمها مساحة اللعبة. قام مساحة المساحة نزلت. انزل شوف مساحة اللعبة. مساحة اللعبة كاثر بس هذا ما زعني يا صديقي. فيلا شباب وصلنا عند اخر لايك، شغلوا القناة. الى اللقاء.